دلوقتي وكالمعتاد جمعتنا مع جولتنا في الصحافة المحلية والعربية والعالمية ومجموعة من الأخبار والتقارير والمقالات المتنوعة. نبدأ من موقعنا موقع صدى البلد الإخباري ومنه نقرأ خبر بعنوان صندوق النقد الدولي: مصر أتمت برنامجها الاقتصادي بنجاح. قال مدير صندوق النقد بالنيابة ديفيد ليبتون أن مصر أتمت بنجاح برنامجها الاقتصادي الذي بدأ منذ 3 سنوات، وحققت أهدافها الرئيسية: التحسن وضع الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ منذ عام 2016 بدعم من التزام قوي من قبل الحكومة بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الحاسمة. أوضح ليبتون في بيان رسمي للصندوق أن إصلاحات الاقتصاد الكلي نجحت في تصحيح الاختلالات الكبيرة والداخلية الكبيرة وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وانتعاش النمو ومستويات التوظيف ووضع الدين العام على مسار نزولي واضح. وأكمل: السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي المصري لا تزال ترتكز على الهدف المتوسط الأجل المتوتر في خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي، وتم احتواء التضخم الأساسي بالفعل، مشيرا إلى ضرورة أن يحافظ البنك المركزي على موقف حذر لحين ترسيخ استقرار معدل التضخم، وكذلك الحفاظ على مرونة سعر الصرف لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات وتعزيز القدرة التنافسية. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق أمس على صرف الشريحة الأخيرة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي بدأ في نوفمبر 2016 والتي تبلغ ملياري دولار. من اليوم السابع الخطوط البريطانية تبلغ سفير مصر بلندن استئناف رحلاتها غدا بين هيثرو والقاهرة. أبلغ المسؤولون بشركة الخطوط الجوية البريطانية بريتش إيرويز في لندن السفير المصري لدى بريطانيا طارق عادل مساء أمس الأربعاء بقرار الشركة استئناف رحلاتها الجوية بين مصر هيثرو ومطار القاهرة الدولي بدءا من غدا الجمعة. ومن المقرر أن تصل أولى رحلات الشركة البريطانية بعد استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة. أعرب السفير المصري لدى بريطانيا في تصريحات صحفية عن ترحيبه باستئناف رحلات شركة الخطوط الجوية البريطانية بين لندن والقاهرة. من المصري اليوم نقرأ: الحكومة توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 للسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة بعض الكليات إلى الجامعات، وذلك من منطلق الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل وتقليل الاضطراب، وهي كلية العلاج الطبيعي لجامعة سويس، كلية الحاسبات والمعلومات لجامعة دمياط، كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لجامعة القاهرة، وكلية الفنون التطبيقية بالنوبارية لجامعة دمنهور. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة علميا ومهاريا في عدد من المجالات، موضحا أن إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة سويس سيسهم بشكل كبير في توفير خريجين في تخصص العلاج الطبيعي بما يحقق الرعاية الطبية لمواطني محافظات السويس والمحافظات المجاورة، وباعتبار أن هذا التخصص يخدم أكثر من 20 تخصصا من تخصصات الطب المختلفة. كما أوضح الوزير أن إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات في جامعة دمياط يأتي في إطار العمل على تلبية احتياجات سوق العمل لخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، وذلك مواكبة للتطور التكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي. وفيما يتعلق بإنشاء كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، أوضح الوزير أن ذلك يأتي في إطار العمل على إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين في مجال تكنولوجيا النانو، والتي تبدأ من إنشاء المؤسسات التعليمية المتخصصة التي تتمتع بإمكانيات متميزة ومنفردة في هذا المجال. ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إنشاء كلية الفنون التطبيقية بالنوبارية بجامعة دمنهور يأتي خدمة لأبناء محافظة البحيرة والمحافظات الساحل الشمالي، وكذلك العمل على ربط التعليم الجامعي بحاجة المجتمع ومراكز الإنتاج وإعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجالات الفنون التطبيقية المختلفة والصناعات اليدوية. من موقع مبتدأ نقرأ: تحيا مصر يطلق مبادرة نور حياة في المنوفية والغربية. يطلق صندوق تحيا مصر القوافل الطبية للمبادرة الرئيسية نور حياة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار اليوم في محافظتي المنوفية والغربية. وحسب بيان للصندوق يأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 8 محافظات أخرى، وهي الشرقية والإسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف والمنيا والدقهلية والجيزة. من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير المالي والإداري للصندوق القائم بعمل المدير التنفيذي أن قوافل المبادرة الرئاسية ستستمر في عملها للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار وإجراء العمليات الجراحية للكبار بالمحافظات 10، مشيرا إلى أنه سيتم بدء العمل بمحافظة القليوبية خلال شهر أغسطس القادم ليصل إجمالي عدد المحافظات التي تعمل بها المرحلة الأولى من المبادرة إلى 11 محافظة.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانا خلال العام الجاري، فضلا عن إجراء الكشف الطبي لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية في 5 محافظات هي الشرقية والإسكندرية والمنيا وقنا والأقصر، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي مجانا. نروح للشروق ومنه نتابع. سفير الدنمارك بالقاهرة: مصر شريك مهم وندعم استقرارها على كافة المستويات. قال سفير الدنمارك بالقاهرة توماس أنكر كريستسن أن مصر دولة شريك هام لبلاده وكل أوروبا في كافة المجالات. وأوضح السفير خلال لقائه بمجموعة من الصحفيين مساء أمس أن التطور في العلاقات بين البلدين تطور سياسي وثقافي وتجاري، كما يوجد تعاون في مجالات الطاقة المتجددة، الغذاء، المياه، الصحة وتغير المناخ. وأكد السفير أن بلاده تدعم استقرار مصر وترحب بجهودها خلال رئاساتها للاتحاد الأفريقي. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، قال توماس أن حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر في آخر 3 سنوات بلغ مليار دولار، وحجم التصدير من الدنمارك إلى مصر بلغ مليار دولار، معلنا قرب زيارة وفدين دنماركيين معنيين بقطاعي الصحة والأغذية خلال العام الجاري، كما يقوم وفد طبي مصري متخصص في مجال علاج مرضى السكر بزيارة الدنمارك. وأشاد سفير الدنمارك بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الحرية الدينية، وهو ما ظهر من خلال بناء أكبر كنيسة ومسجد في العاصمة الإدارية الجديدة. من الوطن: تجهيز 20 نقطة إسعاف بالمترو لعلاج الحالات الطارئة خلال عيد الأضحى. رفعت الشركة المصرية لإدارة التشغيل وصيانة مترو الأنفاق حالة الطوارئ القصوى لمحطات الخطوط 3 استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مع الالتزام الكامل بالمواعيد وزمن التقاطر لتقديم خدمة متميزة للركاب ورفع أي معاناة عن كاهل المواطنين. وأكد مصدر مسؤول بشركة مترو الأنفاق في تصريحات للوطن أن الشركة تواصل العمل على تجهيز كافة القطارات التي ستعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى إلغاء جميع الأجازات للقيادات لمتابعة أي مشاكل تحدث خلال سير حركة مسير القطارات والعمل على حلها فورا، وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور، موضحا أنه سيتم تسيير نحو 1205 رحلة يوميا خلال عطلة العيد بواقع 330 رحلة بالخط الأول مرج حلوان بزمن تقاطر 4 دقائق، و440 رحلة بالخط الثاني شبرا الخيمة المنيب بزمن تقاطر 3 دقائق، و435 رحلة بالخط الثالث العتبة نادي الشمس بمصر الجديدة بزمن تقاطر 5 دقائق. وقال المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق أنه جاري تجهيز نقاط الإسعاف بجميع محطات المترو بالخطوط 3 والتي يبلغ عددها 20 نقطة إسعاف، لافتا إلى أن هذه الخدمة الطبية مجانية لمرتدي مترو الأنفاق من كبار السن ودول الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة خلال عطلة العيد، موضحا أن الشركة تعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين. من موقعنا موقع صدى البلد انجليش سي نقرأ لكم: الجامعة المصرية الصينية تقدم منح دراسية لأبناء الشهداء والمحافظات الحدودية. أعلن دكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق أن الجامعة توفر منح دراسية لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وكذلك توفر الجامعة عدد من المنح المجانية الكاملة لأبناء المحافظات الحدودية والنائيات بترشيح مباشر من المحافظين لمن تنطبق عليهم شروط الترشيح. وأضاف الشيحي أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المنح المقدمة لأبناء الشهداء، وكل ما تنطبق عليه الشروط سيتم قبوله بالجامعة، كما أن عدد المنح الدراسية للمتميزين من أبناء المناطق الحدودية والمحافظات الحدودية والنائيات تصل إلى حوالي 25 منحة، وذلك للدراسة بكليات الجامعة المختلفة كالعلاج الطبيعي والهندسة والاقتصاد والتجارة الدولية. الدكتور أشرف الشيحي أن المنح التي تقدمها الجامعة المصرية الصينية لأبنائها من الطلاب المصريين المتميزين في المحافظات النائية ما هي إلا واجب وطني ودور محوري للجامعة في دعم وتنمية محافظات مصر الحدودية والنائية والتي تفتقد وجود مؤسسات تعليمية قوية. وأشار رئيس الجامعة إلى استمرار فتح الباب للراغبين في الالتحاق بالجامعة لطلاب الثانوية المصرية والعربية والأجنبية في إطار الحد الأدنى للقبول الذي أعلنه مجلس الجامعة الخاصة والأهلية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة أو تسجيل بمقر الجامعة بجسر السويس. ننتقل لشأن العربي والدولي، ومن روسيا اليوم نتابع المشير خليفة حفتر: القوات الليبية تقترب من الانتصار على الإرهاب في طرابلس. أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة متلفزة مساء أمس الأربعاء أن القوات الليبية تقترب من الانتصار على الإرهاب في طرابلس. وصرح المشير خليفة حفتر بأنه يسعى لأن تستعيد طرابلس دورها كعاصمة لكل الليبيين والمقيمين فيها. وحتى القائد العام للقوات المسلحة في الكلمة التي وجهها لجنود وضباط الصف وضباط الجيش المرابطين على تخوم العاصمة على الاستعداد للتقدم نحو العاصمة لتحريرها من الإرهاب والعصابات المسلحة.
وقال حفتر: نطمئن كل الليبيين الشرفاء أن موعد النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب. وأضاف أنه يهدف إلى تحرير البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها من الإرهاب. من موقعنا موقع صدى البلد إنجليش سي نقرأ لكم خبر بعنوان: الرئيس الإيراني: طهران مستعدة للتفاوض. قال الرئيس الإيراني حسب روحاني أمس الأربعاء أن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات عادلة ما لم تكن هذه المفاوضات تعني الاستسلام. ولم يذكر روحاني ما هي المحادثات التي يعنيها، لكن بدا أنه يشير إلى مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب العام الماضي من اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 2015 مع إيران، لكنه قال أنه على استعداد لإجراء محادثات مع طهران. وقال روحاني وفقا لموقعه الرسمي: ما دمت مسؤولا عن الواجبات التنفيذية للبلاد فنحن مستعدون تماما لإجراء مفاوضات عادلة وقانونية وصادقة لحل المشكلات. وأضاف: لكن في الوقت نفسه لسنا مستعدين للجلوس إلى طاولة الاستسلام تحت مسمى المفاوضات. ألقى موقع الأهرام الصادر باللغة الإنجليزية الضوء على خبر بعنوان: الصين تحذر من اندلاع حرب إذا اتجهت تايوان نحو الاستقلال. حيث حذرت وزارة الدفاع الصينية أمس الأربعاء من أنها مستعدة لخوض حرب إذا اتخذت إجراءات نحو استقلال تايوان، واتهمت الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي ونددت بيعها أسلحة للجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات أسلحة طلبتها تايوان وتشمل دبابات وصواريخ ستينجر وتقدر قيمتها بحوالي 2.2 مليار دولار. وردت الصين بقولها أنها ستفرض عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة في مثل هذه الصفقة. نروح دلوقتي لفاصل قصير وبعدها متابعين مع حضراتكم، من فضلكم تابعونا.